دلل يا مخلل. من الآخر هاي الجوازة ما عاد بدنا اياها وبدنا نفض صيري. بسام جيتك أبي جيتك. شو رأيك بالحكي؟ والله يا بسام اللي باعك بالفول بيعه بالقشور. معناها يا أبي بتروح اليوم لعند الشيخ عبد العليم بتقول له يجي على بيت ابن عمك بعد صلاة المغرب منشان نفرطها لهالجوازة. تكرم بسام بأرضه. مع اني ماني رضيان عن فسخ الخطبة بس ان شاء الله يا رب يجي لأختك عريس ابن حلال احسن من ابني. اكيد راح يجي يا رجال احسن من ابنك هذا اللي راح. خاطرك دربي سد ما يرد هيك أحسن أوفر. ابن ناقص من تكاليف العرس ومصرياته. بعدين ابني الأجدب شو بده بالعرس؟ لك لاحق على الهم وعلى الصرف لاحق. خد البنت يا لفت مدلل يا مخلل. ابن حلي تاخد لك شوية مخلل تعا. الله يعطيك العافية أنت والشباب. الله يعافيك مختار. تفضل مختار. الماديات يا صالح. صحة وأنا مختار. شوف عقيد من يوم ورايح بدك تدير بالك منيح لأنه الفرنساوي ما رح يسكت. لا تاكل هم زعيم اللي كانت مربعك بده يصير. هلا ما اختلفنا بس الحيطة واجب. هدول العملاء والخونة اللي عم تعاملوا مع الفرنساوي رح يضلوا يبحبشوا عليكم. مستورة مستورة بإذن الله. الله يسترنا من عمايلهم يا عقيد. طالما الحرب العالمية الثانية قايمة بين الحلفاء والألمان بيضلوا الفرنسيين أوايا ببلدنا. الله يكسرهم ألم أهيم يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. يا حبيبتي يا روحي يا عيني بعرف إنك مستعجلة كتير بس لازم تصبري وتهدي حتى نعرف الأمانة تبع جدك وين موجودة. أنا خايفة يكون ما في أمانة من أصله. لا رح نلاقي الأمانة وحياة عيونك بس إذا ما صار لي رجل على الحارة لانيك ما فينا نعمل شيء أبداً. أنا هذا اللي مطمني. بعرف إنه أنت ما رح تقصر. ما رح أقصر وحياة عيونك. سوا الكل مع بعض واحد اثنين